خلينا نبدا المحاضره النهارده بالسؤال اللي هو بتاع راديا، اللي هي ايه، هي ما حضرتش المره اللي فاتت بس كان في زيتونه في منتهى الاهميه في ثلاث اختيارات لما بنيجي نعمل كوبي، واحنا قلنا الكلام ده هيتكرر معايا في الكوبي والاري والمورف والميرور والحاجات، حتى الحاجات اللي احنا ما خدناهاش، اللي هي مثلا انا وبرده لو قول برده في السلكت، في سيلكت لما باجي اعمل اثنين اوبجكت بعض وعاوز اعملهم سلكت على بعض، فبيلقط مع اوبجكت ثالث معايا، مش عارفه ليه. طيب اعمل لك دي وبعد كده اعمل لك الثانيه. بص يعني لو في امر على انا احب الاوامر اكتر، يعني بدنا نشتغل باوامر. اقول لك اللي انت عايزاه. حاضر. بص لما باجي اعمل شيفت مع موف او شيفت مع روتيت او شيفت مع سكيل او اي من الاوامر اللي احنا ما خدناهاش، اللي هي اللي احنا هناخدها بعد كده اللي انا لسه ساردهم من شويه، في ثلاث اوامر مهمين. اسم الاوبجكت ده سهل عادي مش مشكله. عدد النسخ، مثلا لو انت عايزه توتال خمس نسخ فانت بتكتبي اربعه ان هو بيعمل حساب الاصل معاه. دول بقى المهمين دول. الكوبي عدد من النسخ ما لهمش علاقه ببعض، مش فاهم يعني تعديل في اي واحده يعدل لي في نفسها فقط. يعني دي لما تيجي تخش في موديفاي، وخلي بالك ان اصل التعديل انا بتكلم في اللينث والويث والهايت نادين، لكن ما بتكلمش في موف روتيت وسكيل، يعني انت تعدليهم من هنا. يبقى كوبي عدد من النسخ ما لهمش علاقه ببعض. يعني ايه ما لهمش علاقه ببعض؟ يعني لما تيجي تعدلي في اي واحده هي بشخصها او بنفسها هي اللي تعدل فقط. طيب دي كوبي. لما هتيجي تاخدي تاني واحده، لما هاجي اقول له هنا شيفت واسحب واجي اقول له انستنس، انستنس معناها عدد من النسخ، التاثير في اي واحده ياثر على الكل. يعني انت حبيتي تعدلي فيديو، لو جيت عدلتي فيها هيعدل في الكل. أيوة. عدل فيديو. طب انا اخدنا زيتونه في حته، لو انا عايز استثني واحده باجي اقول له هنا ميك يونيك، يعني افصل لي دي عن الباقي. ده لو حبيتي. دي زيتونه خدناها في الاخر وغلبتهم شويه على الموضوع. طيب اخر اخر حاجه او الثالث اللي هو حاجه اسمها ريفرنس. الريفرنس ده اللي هو المرجع. مرجع يعني ايه؟ ان الاصل هو المسموح له الوحيد اللي هو في تعديل الكل. لكن لو مسكتي اي اوبجكت منهم هتلاقي الموديفايرز فاضيه. اي شايفها؟ لو حبيتي تعدلي باي امر من اللي احنا هناخده النهارده، حاجه مثلا حاجه اقول لو سمحت اديني مثلا هنا اهو امر زي اديت مش مثلا، وجيت عدلت فيها نادين مثلا ومسكت الاوبجكت او الفيرتكس اللي من فوق وعدلت فيها كده، مين اللي هيتعدل بس؟ هو. الأوبجكت بس اللي اتحط. اه لكن لو مسكت الاصل وجيت عدلتي الكل هيتعدل. يبقى معنى الريفرنس ان انت عندك عدد من النسخ الاصل المسموح له يعدل في الكل، لكن العكس لا. الثلاث اوامر دولت في منتهى الاهميه، عشان كده انا اصريت اسجلهم لك تاني عشان لو حبيت ترجع لهم. ايوه انا برجع للمحاضرات تاني. أيوة. طب تمام. يعني بص انا بتعامل مع النفس كاني اول مره بشتغل عليه. ايوه، وانا ومن اقل من اول مره كمان وعدت لك اللي انت عايزاه، ما يهمكوش يعني. ده فرضا فرضا فيكم، لو عايزين تشربوها اشربوا لكم زي ازازه البيبسي. طيب ايوه انا مبسوطه ان انا عرفت ان انا اشتغل الحاجات دي وانا ما كنتش حاضره، يعني الناس كنت من فتح حضرتك كمان وانا ما كنتش موجود. طيب كويس، ولو احتجتي اي حاجه تانية عيدها لك مهمة. ربنا يخليك يا باشمهندس. بص انت عندك هنا كذا نسخه، انت بتقولي لو انا حبيت اروح اعمل سلكت، انت بتتكلمي على سناب ولا بتتكلمي على موف؟ لا انا بتكلم على السلكت، يعني انا مثلا لو انا وانا بعمل الموقف مثلا وتحت المرتبه وانا عاوزاهم الاثنين عشان انزل على المرتبه المفرش، تمام. تمام. انا بقى باجي اعمل، عاوز اعمل على المرتبه وعلى المفرش بس، تمام الاثنين دول فهمت سلكت فهمت عشان اه ينزل فهمت. عليه. ما انا فهمت كده. بص انت عندك دي مثلا المرتبه اهي. خلاص تمام. دي حاجه. والمفرش بتاعك اللي حضرتك هتعمليه اهو، ده بلان اهو، وانا جاي اعمله كده. مشكلته الوحيده ان انت محتاجه فيه عدد سيجمنتس عشان ايه يرضى يتحرك معاك. ادي الاوبجكت بتاعك اهو، هتيجي تعملي فيه ايه؟ اهم حاجه السيجمنت، وده للاسف بيشيل الجهاز شويه لو انت جهازك مش مستحمل. ايه هي الخطوات؟ انا بمسك الاثنين واجي من موديفاي وهاجي اختار امر كلوز اب، ثم حاجه اقول له لو سمحت البروبرتيز او الخصائص بتاعتهم هوظفهم لك. ان انت عندك البلين ده او البلان ده هو عباره عن الكلوز اللي خانته كذا ساتر مثلا، وان الشامفر بوكس ده عباره عن الحاجه اللي هتترمي عليها او الكلوجن اوبجكت، مش عامل اكتر من كده. ثم هي انا مع حضرتك، انا فاهمه الحته دي، فاهمها كويس، بس هي الفكره عندي مش كده. انا سواء عملت كده طب ايه لو في تحت المرتبه ده، يعني انا لو في ثلاثه اوبجكت فوق بعض، اه انت قصدك يعني لو لو في في دي لو في تحت، ارض مثلا؟ مثلا طب هقول لك، هي ما نفس، بص هي نفس الموضوع.
انت عندك مثلا الارض بتاعتك اهو، اللي هو عباره عن مثلا دي الارض هي عباره عن بوكس واي حاجه غير الزيرو، يعني اي رقم غير الزيرو. طب انا هعمل ايه؟ بدل ما امسك الاثنين همسك الثلاثه، وهاجي اقول له هنا من موديفاي، وهاجي اعدل هنا اهو. عادل انت نمت؟ هاجي اقول له كلوز اي، خلي بالك عشان دي مهمه. عادل مع انت حضرتك يا باشا. ده ايه مالك نايم ليه كده؟ لا لا مش نايم صح، لو تحب ناخد امتحان مفيش مشكله. عشان نفوق يعني بعد شوية عادي. طيب بص، فهاجي اقول له هنا اوبجكت بروبرتيز اي، وهاجي يا نادين هقول له ان برضك البلان ده هو الكلوز اللي خانته كذا. طب ما دولت هعمل فيهم ايه؟ المرتبه اللي هي الشامبر بوكس ده الكلوجن اوبجكت، وان البوكس اللي هو الارض ده الكلوجن اوبجكت برضه. انت معايا يا ناديه؟ واقول له اوكي ايوه برضه. مش مهم. ثم هاجي اقول له هنا سيميليت لوكال، كده انت البلان ده هيحس ان في ارض ومش هيقطعها وينزل تحتيها، بص هيترمي على الارض شايفه؟ ايوه وصلت؟ ايوه وصلت يا باشمهندس. وفي عندي برضه كمان سؤال، حضرتك قولي لفيت براحتك. ازاي البوكس بتاع المرتبة؟ عملت كده لفيت البوكس بتاع مين؟ بتاعتنا مش بارزة يعني نادية انت كده بتتكلمي من فاهمني؟ المايك ولا بتتكلمي من اللابتوب على طول؟ لا من مايك. اصل هو الصوت فيه صدى بس يعني، او قربي من المايك شويه. تمام. انت بتقولي ازاي ان انا عملت ايه؟ معلش يا نادية تاني. الحواف بتاعت البوكس اللي اتعمل منه المرتبة. هو انا مش سامع يا اولاد، لو حد يعرف يعني يقول لي. في البوكس، ان هي البوكس البوكس مش اللي اتعمل منه المرتبة. منين يعني؟ هو ده عباره عن شامبر بوكس اهي، اكستندد اهي، وادي الشامبر بوكس اللي هو ده قصدك؟ ايوه طب تمام، ده عباره عن بس انا اوبجكت كنت عاملاه مثل بالبوكس. ماشي ما جراش حاجه، بس هي خلي بالك المرتبه او الحاجات دي ما تبقاش حاده قوي يعني، هي ما ايوه ما بتبقاش. عشان كده انا كنت بسأل بقى في حته ان هو ازاي عملت كده اهو يعني. اهو شامبر بوكس. ومع كده ما تستنيش لحد المحاضره عشان تسالي، لا ابعتي لي في اي وقت فويس، او حتى ابعتي لي واتساب، او كلميني حتى خدت بالك، واقول لك يبقى انت كده تنجزي نفسك، بتحاولي ان انت تنجزي في الوقت، في اي وقت ابعتي لي زي ما انت عايزه يعني، انا معاك يعني. هو انا يعني انا وانا فاهمه منبه، وانا منبه عليهم، قلت لهم انا معاكم 7 ايام في الاسبوع 24 ساعه في اليوم، فمفيش مشكله. ايوه. هو انا عملت يعني جزء كبير من الحاجات اللي انا كنت اللي كانت شايفاها اصلا اللي هو انا انجزتها. طب تمام الحمد لله. سؤال مارينا الفنان اتفضل. لما باجي اعمل بلين مثلا، ان هو يكون مفرش سرير وبحط له ماتيريال ساتان مثلا وكل حاجه تمام، بينزل اسود يعني، بتحس ان هو بيتحرق كده اول ما بيلمس السرير. ما انا هقول لك، بص هي حته بتحروق او بيسود، فمعنى كده ان انت في عندك حاجات دخلت في بعضها، حاجات دخلت في بعضها، فمعنى كده ان انت عندك سيجمنتس قليل. مشكله اللي هو امر كلوز ده مارينا في الاول وفي الاخر هي مش مشكله سيجمنتس. لسه كنت بتكلم مع ناديه من شويه، انت جبتي مثلا ده اوبجكت اهو حلو، ورحت انت جايبه البلين اهو ونسيتي، انت مش قصده ان انت مثلا ان السيجمنتس بتاعتك دي ان انت ما تزودهاش، لان انت عارفه الاساس بتاعها ان هي دي سيجمنت، وانت ما خدتيش بالك. فكده عملت كده وجيت من موديفاي وجيت قلت له هنا كلوز، وقلت له هنا ادي كلوز اهي، وقلت له لو سمحت بروبرتي، نفس الخطوات اللي احنا خدناها، وادي البلين وادي كلوز وادي ساتن مثلا او كوتون او اي حاجه، والسفير ده الكلوجن اوبجكت اوكي، وسيموليت اهي. بصي دي حركه، ايوه بصي 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 بص عامل ازاي؟ ليه؟ وادي السواد طلع ليه؟ لان هو بيفتقد خاصيه المرونه، هو غير مرن. مش احنا اتفقنا المره اللي فاتت على موضوع السيجمنتس، ان انا كل ما باجي ازود سيجمنتس كل ما انت عندك السيجمنتس بتزيد والفيرتكس بتزيد. ساعه لما قلت لكم اكتبوها في ورقه داشت حتى لو حد فاكر. ايوه مارينا مارينا ايوه انا اتفرجت على المحاضره لقيت فعلا الكلام ده. طيب، فانت محتاجه تعملي ايه؟ اولا المصيبه الكبيره ازود سيجمنتس، بس خلاص انا مضطر لها، لان انت لولاها او من غير السيجمنتس انت مش هينفع تحققي الوظيفه او الهدف. خلاص بس ايه يعني ايه؟ انا لسه حتى المره اللي فاتت انا قلت ايه لفظ كده، قلت لهم ايه، انا بزود السيجمنت انا شخصيا بالادب، عشان هو الماكس ممكن يقل ادبه عليا ويقفل، وانا في غنى ان انا حتى افتحه واخسر الوقت. خلاص فانا احس النتيجه اللي انا محتاجها ان انا عايز اروح ازود سيجمنت في حدود قد كذا عشان ابتدي ان انا اشتغل. يعني انا شايف ان انا مش مهم ان دي تبقى تموز قوي، لا انا شايف انها تبقى مهم، خلاص انا هخليها 50 بس استحمل بقى وعيش. وانا الكلام ده حتى عملته في المحاضره اللي فاتت،
استحمل وعيش في عدد السيجمنتس دي يعني. خلي بالك يا مارينا، احنا المره اللي فاتت قلنا اهم حاجه ما اروحش ازود سيجمنتس الا في مكان التعديل فقط لا غير، ودي حط تحتيها 3000 خط، خدت بالك؟ فدي مهمه قوي. فهمسك الاثنين دول كده وهمشي نفس الخطوات، ادي كلوز تاني اهي، وهاجي هنا كده يا علاء واقول له هنا ان البلاي بتاعك كلوز خامته كذا، وان السفير ده خامته كذا، واقول له اوكي واخرج، واقول له هنا سيميليت لوك. بص انا عايزك تشوفي التقل شويه، بصي اه بس ده نزل سموث خلاص، انت حابه ده اه خلاص، يبقى انت كده انت تمام، زودت سيجمنتس في الدنيا صحيحه. وما تستنيش حد ما يخلص، ايه اقفلي سيميليت لوك، لان دي النتيجه اللي انت محتاجاها. يا تفضل أستاذ قول يا فندم. خلاص خليك في غايمة كلاس دي، انزل تحت في انزل تحت الغايمة بتاعت كلاس. اه انزل في القائمة دي كده اللي هي فيها أيوة الجرافيتي. خلي بالك الجرافيتي تعال هنا، انزل الجرافيتي بس انت هنا. محتاجاها، انت محتاجاها لا الفوق ليها دي شنو؟ مين لا هي دي أنا فاهماها، بس الفوق ليها اللي فوق؟ ايه اللي فوق؟ اللي فوق ده؟ سنتيمتر يونت. اي سنتيمتر أصلاً. يونت دي؟ اه اليونت اللي انت شغاله بيها يعني؟ ايوه دي كان مكتوب عليها 100، وكان القماش بتاعي بقطع يعني كده، لما فلما كان عملتها بواحد رجعت للفيديو ضبط معاي، بس عاوز اعرف يعني السبب هي تكون هقول لك. كتيرة المشكلة شنو يعني. لا ايوه ما هي دي بتخلي التداخل او الانترسكشنز ما بين الشيب نفسها يبقى قليل، او بزودها بحيث ان ما يحصلش معايا السواد يعني. بص انا لو رجعت كده، وفي احيانا احنا بنحتاجها يعني، في احيانا انا بحتاجها، بحتاج ان انا اعملها. استني همسح الايه الريسات كما كنت اهي، وهمسك دولت كما كنت اهي، وادي هنا بروبرتيز. انت رحت فين؟ ما حدش شايف المايكس. اجي هنا الكلوز ايوه وادي ايوه خانتها كذا، واجي هنا ادي السفير وادي كلوزنج اوبجكت، وهاجي انت خليتيها كنت عاملاها عندك كام يا مراج؟ كانت 100، اه فلما رجعت للفيديو لا المحاضرة عملتها. خليها 200 مثلا، وتعالي طيب نعمل اوكي هنا اه، طيب وتعالي نعمل هنا سيميليت لوب. انت واخده بالك من طوق اللي عامل ازاي؟ ايوه تقول وبتقطع يعني اه المنتصف. استنى اطفي هنا سميت لوكال، وتعالى نخليها هنا اهو كده 50، وهاجي اقول له هنا سميت لوكال اهي، ابتدت تخف شويه مش قوي برضك، بس 50 ده كتير يعني. ايوه شايفها؟ ايوه دي خطوات التطبيع اللي هو بيعمل. فانت الستاندر كان بتاعه اه، كل ما هتيجي تقلل الرقم كل ما يكون عندك السموسنس وعدم التداخل ده هيكون احسن وافضل. كون احسن. ما تنسيش بعد ما شكرا. تخلصي لا بعد ما تخلصي تقفلي ده عشان هو طيب هيلاقي ايوه الوحيد. ايوه طيب مين عنده سؤال تاني؟ انا عندي سؤال في الكلوز، ازاي اعمل انا هولد انا ما سمعتش حاجه. اطبقهم ازاي على بعض؟ طب باي مين؟ يعني لو عايزة حاجة متطبقة مثلا أعملها إزاي؟ زي الفوطه مثلا؟ ها؟ اقول اللي هي حته زي الفوطه او حته زي زي حتى المفرش المطبق وهكذا، احنا هنبتدي ان احنا ناخد في ال 2 دي بقى، بس مش هناخدهم يعني، مش هناخدها 3 دي، دي هتكلفني سيجمنت كتير قوي. هو انت عندك المفرش او الفوطه او كذا اللي هو مطبق، هو عباره عن الثانيه 2 3 عامل كده صح؟ مش عامل كده الثانيات دي كده صح؟ بص انت لازم تخلي وسط عينيكي رقم 7. رقم 7 ده بيعمل ايه؟ بحسب السيجمنت. تمام، وبيحسب كمان عدد الفيرتكس. طب احنا بقى لما نيجي ناخد 2 دي وده مش شرح، هخليكي تعملي ايه؟ خليكي تخلي الشكل يبقى 3 دي من غير ما تحوليه 3 دي في الحاجات اللي زي دي بالذات اللي هي الفوط والكلام ده كله، شايفه؟ كام اوكي فيرتكس؟ ايوه زيرو. بس لسه دي مش وقتها، بس انا حبيت ارد عليها يعني، حبيت ايه؟ يبقى عندها المعلومه، ما اقولهاش لما يبقى يجي وقتها كذا، فاهمه؟ يعني اديك المعلومه اوكي ولما تيجي بقول لك.
تمام ماشي يا باشمهندس. بس علي، ولو اتزنقتي في حاجه ما يهمكيش اشرحها لك، لو انت مزنوقه حاجه في الكليه او في شغلك اقولها لك واشرحها، وبشرحها في معاد تاني ما يهمكيش يعني. خلاص اوكي. طيب بص، احنا لحد اخر ما جينا خدنا المره اللي فاتت، خدنا اخر او قفلنا بحاجه اللي هي موضوع البيفوت لو حد فاكر، صح؟ اه طيب موضوع ايوه البيفوت ده في منتهى الاهميه، اضعف الايمان ان انت تعمل ايه، تبقى انت عارف فين البيفوت وبتحرك ازاي، او بروتيت او سكيل ازاي. لو حبيت تغير مكانك خلاص فده متاح عندك عادي. طيب دكتور معلش، في حاجة كمان عندي فيها مشكلة. قول أنا عندي الواتس المسا ال كنت 3 دي فين؟ ماكس، أنا موجودة من بدري لا بس ما الا خالص، كلمتش، لا ما كنتش تأخرت مهم. 5 دقايق. ايوه 5 دقايق بخمسه اساينمنت، خلي بالك. ماشي يا يا اسماء، خبر. طب كمل ماشي يا قول. دكتور معلش، بس لسه جاي من بره فيا دوبك دخلت بسرعة فتحت اللاب. طب ما يهمكيش قول. دلوقتي لما باجي اعمل موف او روتيت او حاجة، اللي هي الاكس والواي زد اختفت من عندي، مش عارفة اعملها، مش لاقياها. اقول لك دي زيتونه في منتهى الاهميه ومن اه الحركات الارعى اللي هي بيعملها بتعمل الماكس، وقفلت خلاص النكس وفتحت اكتر من خمس ولا ست مرات هيسال ونفس فيك. المشكله. انا هقول لك، بص دي دلوقتي انت مشكله عندك، فعلا. دلوقتي طب حد عنده اجابه للمشكله دي وياخد 5 درجات، ولا اقولها وازود 2 تاسك زياده على الكل؟ الاوبشن ممكن صعبه، تكون الاختيار خطوة صعب. بروجكت مثلا الاختيارات صعبه صح؟ بص زيت، حرف زيت في الاختبار لا لا ممكن تكون بص، حركة البروجكت. المشكله دي احيانا بتحصل بس قلما، يعني 1-2% ممكن تحصل معاك، اللي هي ايه؟ ان انا ادوس على روتيت او الحاجات دي ما بتظهرش، اه ايوه بتبقى دي مش موجودة خالص يعني. طب اظهرها ازاي؟ في حد قبل الديل ولا بزود اساينمنت خلاص عادل، ايه رايكم؟ هو محدش يبقى جديد بس ممكن اعرفه عادي. صورة وتسلي نفسكم لحد السحور. تكون لا لا حركة البيفت، ها؟ تكون حركة البيفت مثلا، لا حاجة هقول في الفيو، حاجة في أو الفيو هي حاجة في مثلا. فيو. هي حاجة في فيو، هتلاقي في عندك حاجة اسمها ايه؟ شو ترانسفورمينج اسمه. تمام، مالها دي بقى؟ دي بتروح تمام تظهر وتقفل. انا خدت لكم برين سكرين، دي بتروح تعمل عمليه اظهار واخفاء للايه، للجزم اللي موجود، الجزم اللي هي تمام الاكسس، تدوس على دي، تدوس على دي، لما تتشقلبي حتى مش هتظهر، لازم تطلع انه قائمه فيوز وتدوس على ايه، شو ترانسفورم الجزم. مين ياخد زيتونه نابعه من الزيتونه الاولانيه؟ ايوه هقول لو انت كده مفيش الا معراج بس اللي عايزه زيتونه ومروه، لا فين؟ بس هو هي لا ما ظهرتش كلنا. معايا برضو، اعملها اخفاء ما انا هقول وبعدين لك لسه، اظهرها تاني. ما هي دي الزيتونه بقى. طب بص اتفضل. لو انت جيتي من قائمه فيوز وحطيتي عليها علامه صح برضك يا مريم وبرضك مش ظاهره، هعمل ايه؟ هتروح انت داخله المخ الماكس اللي موجود فين؟ حد يقرا بس اللي بيعرف يقرا فرنساوي. ريفرنس تمام، هتلاقي في عندك من ضمن العناوين الكتير قوي امر اسمه ايه؟ جيزموس. تمام، هنا هتلاقيها، هنا ما فيهاش اون، هتحط علامه الصح. وهنا كمان ممكن اروح ازود حجم الايه، الاكسس ده. أطوله أو أصغره. تمام صح. وصلت؟ الحاجتين دولت ممكن يخلوا في، انا شفت الكلام ده، يعني انا السؤال ده ما سالتوش مثلا بتاع من كام سنه مثلا، خد بالك، بيخلي الناس تعمل ان انستول للماكس وتعمل انستول تاني، لان الجزم مش راضي يظهر معاه. انت هتسمعني؟ فدي مهم جدا ان انتوا تكتبوها، او انا كده كده هاخد برين سكرين اهي وهبعتها لك. يعني دي من المشاكل اللي هي القليله اللي ممكن الناس تتزنق فيه. وصلت؟ السلام. تمام جينا اتكلمنا اخر ما جينا اتكلمنا على موضوع البيفوت المره اللي فاتت، كان في 3 زيتونات او 3 اوامر احنا خدناهم بالحب، واللي كان متوقف اساسا عليهم ان انت عشان تشتغلهم لازم تكون مزود سيجمنت. كان في امر اسمه بند لو حد فاكر، وكان في امر اسمه تويست، وكان في امر اسمه فيلكس. تيبر، وامر اسمه تيبر لو حد فاكر. احنا ما خدناهمش شرحا، احنا خدناهم بالحب، يعني مجرد قلت لكم اتفرجوا عليهم عشان نستفيد من زياده السيجمنتس اللي موجود، لان زياده السيجمنتس عندك عادل في حد ذاتها ملاش قيمه، هي قيمتها في تعديل بعد زياده السيجمنتس. انا مش فاهم منك حاجه. طيب بص، لو انت جيت هنا اهو، انا رحت عملت هنا بوكس، وخلي بالك من المقاسات عشان لما هتيجي تشتغل زي كده تبقى انت عارف مقاساتك كام عشان تحط افكت كام، 10 في 10 والارتفاع بتاعي 100 ماشي، وقول له هنا كده ده اوبجكت بتاعي. ماله ده؟ الاوبجكت ده انا عايز اروح اتنين، ايه امر التاني؟
اي تعديل عندك على الاوبجكت هنا هو يا معراج، حضرتك هتيجي تدخلي على موديفاي، هتلاقي ادي اصل الاوبجكت وادي البارامترز بتاعته، وادي هنا الموديفاير ليست، وادي اسمه ولونه اللي انا ممكن اغيره. هخش على الموديفاير ليست وهجيب اللي هو امر بند. ايه امر بند ده؟ ده الامر المسؤول عن تنيل الاوبجكت. طب جبت، طب معلش يا ياسمين انت عايزه تروح تعمل له هنا انجل كام؟ تتنيه كام درجه؟ 180 درجه. ماشي، هل اتنى؟ لا ما تلاش. ما اتناش، لا معايا كده وانا بجرب. ليه؟ لان احنا عشان السيجمنت والسيجمنت، فاحنا زتونا اهو. مين اللي كان بنتكلم مع بعض؟ وقلت خلي بالك كانت مارينا، هي مارينا. فجيت قلت لك ايه يا مارينا؟ ما تروحيش تزودي سيجمنت. انا فين؟ جربته وعمل معايا كده فعلا. مارينا فين؟ حضرتك سامعني يا دكتور؟ انا سامعك. دكتور عشان انت ما جيتيش المره اللي فاتت، فانا صوتك انا جربته فعلا حصل معايا كده في الاسايمنت. ايوه ليه بقى؟ لان انت عندك هنا الاوبجكت بتاعك ما فيهوش سيجمنت. فالناس كانت بتعمل ايه يا مارينا؟ ما تروحيش تزودي سيجمنت الا في مكان ما انت عايزه. طب انت عايزه فين؟ هنا اهو. في زتونه كمان يا عادل، تيجي الناس تقول لي ايه؟ هو انا هحط امتى رقم كام؟ ما حدش جه على بال السؤال ده؟ لا حسب السموث بتاعتي او حسب الكيرف بتاعتي. انت عمال تحذرنا، ما تقول لنا رقم خلينا نخلص. ماشي، تعالي كده يا مارينا انا وانت هنحط اثنين. الشكل بقى ممتاز صح؟ حلو بقى تريانجل كده. طب ازود كده؟ حلو كده ولا كده ولا كده كده وكده اللي انا عمال اقولهم دي؟ انت اللي بتحددي الشكل، هتوقفي ايدك عن زياده السيجمنت امتى لحد ما توصلي للنتيجه اللي انت محتاجاها. خلاص؟ طيب هرجع للبند تاني. فبيقول لي هنا دايركشن، هو يعني ايه كلمه دايركشن؟ مين بيعرف يترجم؟ تمام. هو انت عندك هنا الدايركشن دي بالايه؟ بالدرجه. فانت عايز يروح يبن في اليمين ولا الشمال؟ بس ايه الزتونه اللي تاخد بالها منها عدول دلوقتي؟ هو ثابت منين؟ مطرح البيفوت ما موجود، شايف حد شايف؟ ايوه هو ثابت يعني البيفوت لو كانت في النص هيتحرك من ناحيتين. ايوه جدع، برافو عليك. طيب انا هخلي الدايركشن زي ده. طيب انت عايز تروح تبند في انهي اكس؟ في الاكس ولا الواي ولا الزد؟ هو اكيد في الزد عشان ده الارتفاع، لكن انا ممكن في الاكس والواي بس ازودهم سيجنال. طب انت عايز تروح تبند في انهي حته؟ لا مش فاهمك، يعني ايه انهي حته؟ مش احنا اتفقنا ان العمود نفسه كله على بعضه هو عباره عن اوبجكت ارتفاعه متر او 100 سم؟ حد يرد؟ تمام. طيب فانت بتيجي تحدد له ايه؟ بتيجي تحدد تقول له والله انا عايز ابتدي الايفكت مثلا من هنا اللي هو البند لحد هنا اهو. يبقى هو كده انا هرسم الناحيه الثانيه، يعني هاجي كده هو هيبند الحته دي بس، هتشايفها؟ وبقيه العمود هيطلع عدل. حد معايا ولا فين؟ ايوه. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت هيروح يبند الشكل اهو. الله، يعني انا هقول يعني له مثلا من الزيرو وهو ارتفاعه 100، فاقول له مثلا من زيرو ل 50 وشغل ليميت افكت. يبقى هو عمل ايه؟ ابتنى الشكل نفسه كله اهو من زيرو لحد 50 سم والباقي عدل. تاني اهي، ما عنديش حاجه انا خلاص. الشكل معمول بند ايه مارينا اهو. طب انت عايزه تبندي انهي حته؟ ده انا عايزه بند مثلا من السنتي زيرو، يعني ابتدي الايفكت بتاعي من زيرو لحد كام يا مارينا؟ اختار اللي على المزاج يا مارينا. مثلا مارينا. طب يا دكتور سامعني؟ انت واقف فين؟ عايزه تديني كام سنتي؟ عايزه تديني كام سنتي؟ مثلا 20. يبقى اكتب هنا 20 سنتي. طب ما اشتغلتش ليه؟ لازم احط علامه الصح على كلمه لامس. يبقى هو هيعمل ايه؟ هيتنيلي، هيطبق ال 180 درجه على اول 20 سم بس، وبقيه العمود عادي. حد معايا ولا فين؟ تعالى هنا اهو 75 اهي. طب في سؤال بس معلش، هو انت مثبت لنا ليه دي زيرو؟ يعني انا مش فاهم يعني. طب افرض نجي عادل قال لك طب افرض انا عايز اتني من 25، ينفع عادل؟ ينفع حته عدله وبعدين حته متنيه وبعدين حته عدله. اكتب هنا 25؟ تمام. طيب ما رضاش ولا عبرني 25. يا جماعه عايز ابدا من 25. ممكن عمل. لازم يبقى اكتر من 50؟ لا هو ملوش علاقه. لا ما. لا هو في الاكس ازاي بنغير المحاوله؟ ممكن عشان اعمل ايه؟ نعملها بالماينس؟ ممكن بالماينس لكن بالبلس لا. اعمل ايه؟ انا عايز احلها بقى والديزاين بتاعي واقف على الحته دي. انا عايز ابتدي من 25 وقفلت معايا عادي. اعمل ايه؟ طب الانجل؟
الانجل، ما دي الزاويه بس، زاويه العصره. اغير مكان البيفت نفسها جدع، و مين اللي قال عشان يلسع الدرجتين مني بتوع النهارده؟ على فكره يا دكتور برضو كان صح؟ انا لا مارينا، مارينا صح. دي واحده بس اكتب لك الدرجتين واقول لك مارينا. بص بقى مارينا مستخسره فيها درجتين ليه؟ في حاجه لا. بص ايه في زيتونه بقى، مش احنا اتفقنا عندك عادل ان انت عندك الاوبجكت بتاعك ثابت من الارض مطرح البيفوت صح؟ اه. وان انت عندك الامر نفسه في الليميتس ما مش راضي يرفع زيرو. طب خلاص غير له انت مكان الزيرو، يعني هاجي الغي هنا كده يا مروه، يا مروه هاجي الغي ايه امر بند، لازم الغي امر بند. هغير البيفوت ازاي؟ هاجي هيراركي افكت بيفوت واجي واروح جاي رافع الزد 25 سم واقفل، واقفل افكت بيفوت واجي هنا واجي اقول له لو سمحت اديني امر بند. ماشي يا سيدي، عايزه كام؟ تتني كام؟ مثلا 90 درجه. خلاص الله، بس ده التاني كله تعالى بقى حدده هنا، هحط له هنا كام؟ كام لو حد يعرف؟ 25 وفي 50 لا. لا انا هحط هنا زيرو واحط هنا في 50، خدت بالك؟ واشغل الليميتس، هو هينفذ من 25 لان انا موتت له دي. اوكي، هي مش ظاهره معايا اصلا. مش هو اصلا هو مش عايز يبتدي الا من الزيرو. طب انا غيرت لك مكان الزيرو. أوه، يعني انت كانك ضحكتي على الامر. انتوا حد معايا؟ ولو انا مثلا عايز اعمل، هي كانت 50 وانا عامله 25، يبقى ال 50 دي هخليها 25 صح؟ بالظبط. معراج وصلت يا معراج؟ بقيت البنات فين؟ وصلت؟ الاء ياسمين؟ ايوه وصلت. ايوه تمام. بصي احنا مش دايما بنحتاجها، بس انا اقصد لو انت حبيتي وعايزه تضحكي على الامر فده متاح، يعني العمليه ما هي الصعبه. تمام يا عادل؟ تمام حضرتك. طيب جربوا لي ده وارجعوا، جربوا امر بند كده ولا ثواني كده. خلاص كده اوكي، خلاص ثواني بس واحده بس. ادي مثلا بوكس 10 وادي 10، انا مستنيكم الثواني اللي انتوا قلتوا عليهم. وادي 100، قلت له هنا كده خلاص. انا رسلت طيب. ادي 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 ايه اوبجكت اللي هو طول ضلعه 100 المطلوب عشان يديني اروح انا ازود سيجنت. ماشي اوكي، فهاجي هنا كده من موديفاي واجي اقول له لو سمحت روح اعمل لي بند. هي اخر واحده عامله زي الان صح؟ اخر شكل عامل زي الان صح؟ اخر شكل ايوه اوكي هو ده. خدت بالك؟ ده انا هعمل ميرور من طيب اوكي جالع. اوكي بص، فانا هاجي هنا هعمله هنا 180 درجه، هو كده التانى صح؟ حاجه اقول له اتنهولي كده يا نادين اول 50 سم بس. ده اللي احنا عملناه سوا حتى من شويه صح؟ مش احنا خدنا المره اللي فاتت يا نادين ممكن اروح اعمل شيفت مع روتيتي عادل؟ مش خدناها؟ ايوه. طيب في حاجه اسهل، في عندي من فوق امر اسمه ميرور اللي هو ده. ماله ده؟ هتلاقي فيه بردك نو كلون، يعني هياخد الاصل يعكسه، وفي كوبي ونسنس وريفرنس. حد فاكر اهميه الثلاثه دول اللي انا لسه حتى شارحهم النهارده في بدايه المحاضره؟ لا عارفين، عارفين اهميه. طيب هتيجي بعد كده تروح انت جاي هنا مبدل في المحاور بس فقط. كده اسهل؟ جبت الكلام ده منين؟ من امر عندي اسم ميرور اللي هو ده، وادي ميرور. ايوه يلا جربوه وارجعوا. لحد ما احنا جينا كلمنا، لحد ما كلمنا هو كان امر اسمه بند وخدنا الزيتون بتاعه. في امر تاني اللي احنا خدناه بردك بالحب اللي هو امر اسمه تويست. تويست ده اللي هو عباره عن انا هاجي مثلا هروح جاي عامل هنا ادي بوكس، وهاجي اخلي بردك نفس المقاسات 10 سم في 10 سم، واخلي الارتفاع بتاعي اخليه هنا متر اللي هو 100 سم اهو، واقول له هنا كريت. اهم حاجه عندي ما ازودش سيجمنتس الا في مكان ما انا محتاج اللي هو الهايت سيجمنت. دي واحده بس، هو انت عمال تزود لنا في الهايت ما هو انت ما ينفعش في اي حته ثانيه براحتك. ما هو انت النتيجه النهائيه اللي انت محتاج توصل ليها هي اللي بتحدد على اساسها انت عايز اي واحد تشتغل بيه، لان هاي سيجمنتس او ويت سيجمنتس او هايت سيجمنتس. حاجه ازود الهايت سيجمنت ماشي، وهاجي هنا كده على موديفاي وهدوس على كلمه موديفاي ليست اسماء، بس اللانجوج عندي تكون انجلش، وهدوس على تي دبليو. تي دبليو ورا بعضهم هيجيب لي امر اسمه تويست. تويست ده بيعصر اللي هو شغل الفورفور جي او الحديد المشغول او الحديد المعصور. هاجي عند الانجل، انا ممكن احط ارقامي عادل بايديا، لكن انت لو جيت يا معراج دوست على السهم اللي فوق وفضلت دايسه وتحركتي بالماوس عمل ايه؟ مش كده اسرع شويه؟ تمام طيب كده هيديني الشكل على طول.
تحت الانجل في عندك البيس، البيس دي اللي هي بتاعت ايه؟ حد عارف البونطه بتاعت شنيور؟ اه هتشوفها قبل كده. ده بيركز لك افكت العصر، يعني بص انا هكبر دي كده، بص هتلاقي ان هو مركز لك افكت العصر فوق ونازل على ما فيش، او تحت ونازل على ما فيش. تمام اه تمام. خلي دي لا زيرو حاجه هنا كويست اكسس، انا شغال في الزد. طيب عايز تروح تعمل الكلام ده في انهي حته في العمود او الحته الحديديه؟ هقول له مثلا العمود كله بيبتدئ من زيرو اهو، ده زيرو بتاعه ونهايته هنا 100. اه بس جه عادل بيقول لي انا عايز من تحت يبقى عادل ومن فوق ده ما فيهوش حاجه، ومن فوق في صوت عند حد، ومن فوق غير البيفوت ومن هيراركي. بص يبقى انا كده حط الليميت ابر ولور حرك ثماني صح؟ انا سامع اه. بص انا عندي هنا كده، عندي هنا اللور ليميت اللي هي دي، انا عايز ابتدي مثلا من سنتي 20. اللي قالت ان انت سامعين دي اسماء صح؟ اه انا تمام. طيب تمام، فانا هاجي يا اسماء هنا اقول له هنا ابتدي من عند سنتي 20 وانتهي في الابر ليميت عند سنتي 80 اهي، واروح جاي مشغل الليميت افكت. هيروح هو مطبق الافكت فين بس؟ اه من غير بيفوت بقى، من غير ما اغير البيفوت ولا اي حاجه، يعني الامر ده بيسمح ان انت تعملي الكلام ده. حد شايف حاجه؟ تمام. طيب هل ينفع ده كده يا معراج ان انت تعملي بند ليه؟ اه براحتك، انا ممكن اطبق امر 2 3 حتى نفس الامر ممكن اطبقه اكتر من مره. حاجه اقول له بند لو سمحت 180 درجه زي ما انت عايز، استنى اهو مفيش مانع، استنى اشيل لكم الشخبطه اللي ايه على ال. طب استنى، هو انا ينفع اروح اعمل روتيت؟ اه براحتك، شفت مع روتيت خلاص بقى عيش حياتك. وايه وابتدي فين؟ يعني فين بالعدد والشكل والمضمون اللي انت عايزه اهو. حد معايا ولا؟ تمام أيوة. وصلت تريدنج اليمنت اه. طيب حد يعرف عادي يا استاذ ممكن تيجي بشكل السلندر؟ ممكن تيجي بشكل السلندر؟ شكل السلندر في السلندر عادي ممكن يجي. لا ما ينفعش لا ما ينفعش السلندر مهما لفها مش هتبان. اه مش هيبان لان ده مربع عشان كده باين، لكن التاني دائري مش هيبان العصر فيه. ايوه اوكي وصلت. حد يعرف يعمل دي؟ ايوه نعمله الاول. طيب ده كان الامر الثاني اللي احنا خدناه بالحب اللي هو المره اللي فاتت وشرحناه دلوقتي اللي هو امر التيست. في امر اخير بقى، الامر الاخير ده هو امر اسمه تيبر. طيب اسمه ايه معلش؟ امر اسمه تيبر. تيبر ده انا هجيبه ازاي؟ تيبر تيبر اه هدوس حرف التي من الموديفاي يا عادل اهو، هيقابلني في اول حاجه في عندك حاجه اسمها ماونت. بيعمل التيبر ده، امر تيبر ده بيكبر ويصغر مساحه السطح اللي فوق اللي هو البيفوت مش موجود فيه، هو ثابت من تحت خلي بالك. تمام. وعندي هنا الكيرف ده الخط الواصل ما بين سطحين، واللي هو اساسا مش هيبقى كيرف الا اذا انت رحت زودت السيجمنت. شايف حد شايفها اه ولا لا؟ كان الاساس المره اللي فاتت ده حضرتك عملت بيه القبه في الاول خالص، واجي ازود له هنا الكيرف عشان يبقى الخط الكيرف بتاع عمل كده. عايز تروح تعمل تيبر في انهي اكس؟ طبعا اكيد في الزد عشان ده الارتفاع. في انهي حته؟ يعني ايه انهي حته؟ هو ارتفاع البوكس كان كام؟ كان 10 سم. فانا عايز اروح ابتدي الايفكت من السنتي رقم مثلا هي 10 كلها، فانا هبتدي مثلا من السنتي 2 لحد السنتي 8. يبقى انا كده قلت له روح نفذ لي الايفكت في ال 6 سم اللي في النص. اللي كان ليه الفضل ان الكلام ده يطلع اصلا ان انت مزوده سيجمنتس، لو انت ما عندكيش سيجمنتس الكلام ده ما كانش هيظهر. يعني انا لو ما عنديش سيجمنتس هنا كده عمره ما كان هيتنفذ. تمام. معايا 20؟ ولو انا جيت هنا اهو كده كل ما هاجي ازود سيجمنتس الرقم اللي انا بحطه مسؤول عن نعومه الشكل اللي طالع في الكيرف. حد شايف؟ حد يرد؟ ايوه تمام. وصلت؟ طبعا الاعمده بتاعت السجان وال حد يعرف يعملها؟ تمام. يلا اللي يخلص يبعت لي. بص انت هتروح تعمل هنا ادي بوكس، والبوكس ده هعمله كيوب ان انا محتاج اضلاع متساويه وهخليها مثلا فرضا 10. وخلي بالك ده مش قاعده، ده على حسب الديزاين اللي يجي على مزاجك وانت كسر.
طيب انا هاجي اعمل ايه؟ هاجي من موديفاي وهاجي اقول لو سمحت اديني هنا امر اسمه تيبر، حدوش حرف تي. بيعمل ايه ده؟ الاوبجكت بتاعك البيفوت بتاعه تحت، فتحت ده ساب امر التيبر في الاماونت بتاعته، فده بيكبر ويصغر مساحه السطح اللي فوق. مش عارف شايفها ولا؟ تمام. طب الكيرف الخط الوصل ما بين سطحين بعمله كيرف اهو، ما رضاش طبعا لان انت عندك اصل السيجمنتس ما هي الزياده، فانا هاجي هنا الهايت سيجمنتس ازود وارجع تاني التيبر. ثم حاجه اقول له ابتدي الايفكت بتاعي من السنت 2 لحد السنت 8 وشغل لك. عايز ازود كيرف براحتي، عايز اقلل اماونت زي ما انت عايز. شايف؟ تمام ماشي. وصلت؟ تمام هجربها دلوقتي. واجرب وعك براحتك وانا في ظهرك، لو في حاجه ابعت لي ونتناقش فيه. تمام ماشي. لا هو بس ده سؤال. يلا احنا انت عايز ترسمي الكيرف ده؟ يعني مثلا تبقى من النص مش 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 واخده افكت، وبعدين بتاخد افكت من هنا ومن هنا بس. تمام. بس الزتونه بقى ايه؟ هل انت محتاجه ان انت تروح تعملي الكلام ده كاكسترود، ولا انت عايزاه دائري؟ دائري مثلا. مزنوقه فيها؟ لا عادي ده سؤال جه دلوقتي. طيب هقول لك هعملها ازاي. لما نيجي ناخد ال2 دي احنا هناخد السناب ال2 دي، وهاجي هنا كده على جريد بوينت اوف فيرتكس وابتدي ارسم. هرسم كايه؟ ك2 دي. انت معايا؟ حاجه ارسم ك2 دي، ادي لاين. ممكن اخلي دي كده نقطه، ممكن ارجع ايه ده، بس انا عايزها ملفوفه. ما انا هقول لك تلفها ازاي عشان تبقى اكيرت. واجي كده واروح جاي قفل. طب بعد ما انت جيتي قفلتيها حاجه، ده الكلام ده مش شرح خلي بالك. فانا هاجي هنا كده اروح جاي ماسك مجموعه البوينتس، لو حابه ان انت تعدلي مكانهم وده وارد، وده براحتك زي ما انت عايزه. عايز الفهم فانا بمسك البوينت اللي انا عايزها اهي، واجي اقول لو سمحت روح اعملي هنا حاجه اسمها فيلم. السكشن ده لو حابه تعمليه جوه الكاد هتبقى مصلحه، هتبقى اسهل اهو. شايفه؟ اوكي فهمت. خدتي بالك؟ حابه ترسميه هنا جوه الماكس قوي قوي قوي، تمام؟ الماكس يعني نفسه قرد يرسم لك اللي انت عايزاه في اي مكان الوقت مع تغيير البوينت والنقط وما بدالك ولا يهمك يعني. تبصي كده. ثم انت عندك حاجه من الاثنين. هناخد بقى لما نيجي ناخد ال2 دي، هاخد الاوبجكت بتاعي ده كده وامشي بيه كده. خلي بالك عشان يتفرج على الفيديو ده احنا ما خدناهوش شرحا، ده انا بتكلم معاها بس. يعني انا بتكلم مع مارينا بس. خلاص؟ فهاجي اخد ده كده. احنا هناخد ده، ممكن اروح اخليه او احوله هنا اعمله هنا كده اكسترود واخليه 3 دي كده مثلا. كانه كورنيشه، كانه وهكذا. او شغل ديكور او شغل خشب. او حتى دي انا عايزاها تبقى ملفوفه دائريه، فهاجي اقول له هنا امر اسمه ليز. ليز ده اللي هو بيلف لك الاوبجكت حوالين نفسه. وصلت؟ اوكي تمام. بس دي لسه ما خدناهاش شرح. تمام. طيب في حد يا جماعه خلص؟ تمام. طيب احنا خلصنا يا دكتور من بدري. طب احنا عندنا امتحان، والامتحان ده مدته بالظبط 60 ثانيه دقيقه واحده، واحط عليه درجه 3 محاضرات. خد بالك عشان فعلا احط عليه درجه 3 محاضرات دلوقتي. هو سهل، ما هوش حاجه احنا ما خدناهوش فيها. تمام. يلا ابدا. ايه ده؟ شكلها عجيب جدا. قصة الراقصة كده. هبدأ أعد دلوقتي. ممكن بس الشكل الأساسي منه، لأن هو كده. أعملها ازاي؟ لا هبدأ يا جماعة الستوب واتش ولا إيه؟ طب ممكن التوب فيو كده أو الفرونت، يعني لو حاجات بس تبقى لنا ترسم ازاي. تمام اهو، ادي التوب فيو وادي الفرونت وادي الليفت. وعشان خاطركم هاخد برين سكرين وابعت لكم كمان. ده مش عشان خاطر اي حد، عشان خاطركم بس. ابدا الدقيقه. ابدا. مش مستفيد اي حاجه من التوب وال لا ثانيه بس واحده. هي ايه ده؟ هي ماشي، هي متكبره الروتيت ماشي. شفت روتيت واخد كام ثانيه؟ طيب واخد كام؟ بس هي الشيب الاساسي انا مش عارفاه، يعني الشكل الاساسي انا مش عارفه اجيبه بصراحه. والله يا اسماء انا ممكن اقوله لك بس زود بالله.
طب دكتور دكتور 5 minutes بس كده او 2 minutes نفكر فيها وبعد كده براحتك، قولي لي رقم وانا مستنيك. يعني انت قولي لي رقم وهحسب عليا السبوتش. كام 5 minutes لحد 10 ربع بالظبط؟ هو كتير قوي بس والله عشان خاطرك الشيء. 5 دقايق حالا دلوقتي وانا معاك. يلا ماشي، خلي بالك مش هتحط عليا درجه 3 محاضرات. يلا بص، اصل الفكره دي هي المشكله كلها مش في ان انا اعملها، مش قصه العمايل خالص. المهم ان انا اصلا الشكل، اصل التسلسل بتاع تفكيري ازاي عشان اطلع حاجه زي كده. طب واحده واحده كده كاسلوب تفكير واحنا بنفكر سوا. بص معايا دي واحده، هو انت عندك الشكل ده هو شكله ضيق من... بص انت عادل انت معايا صح؟ طيب الشكل ده ضيق من فوق ونازل على واسع، هو في ايه؟ في اوبجكت ايه من اللي موجودين هنا بيعمل نفس الشكل؟ الكون. تمام اوكي اهو. بس استنى، ده هو طالع بوزو متني. خلي بالك احنا بنترجم كلامنا خارج الماكس على الماكس. بوزو متني ده نعم يعني هزود سيجمنت واجي اقول له لو سمحت واروح امر بنت اي لا بنت ماشي. طب استنى كده، هي دي خدت بالك؟ طب دي متنيه تحت وفوق. طب انا في حاجه، انا ممكن امسك ده خلاص بقى هاتولي كده على جنب، شدوا لتحت شويه. ممكن اعمل له كوبي تحت وممكن اعمل ميرور تحت زي ما احنا خدنا اهو كده كوبي ماشي. طب انا ممكن امسك دي كده واعمل لها كمان ميرور الناحيه الثانيه شيرين. هتشوف حاجه؟ اوكي اكرر دولك ازاي بقى؟ تمام. انجل روتيت مع نفسك تاخدي كام نسخه؟ عايز 20 نسخة، 360 على 20 فيها 18. واجي اقول له شيفت واروح ساحب مرة واحدة. واجي عادل اقول له انا عايز 19 غير الاصل. طلعت؟ تمام. حد معايا على فين؟ تمام. وصلت؟ طيب بص، مش مهم ان انا احلها بقدر ما انا مهم بالنسبة لي تسلسل تفكيري في الحل عامل ازاي. وصلت تمام. هتعرف اعملها؟ اللي خلص يبعتها لي. تمام. هتاخد كام ثانيه بقى؟ ايوه تاخد دقيقه. لا كتير دي 30 ثانيه. يلا واللي خلص يبعت. تمام بعته حضرتك. بعد تمام. ايه رايك ندبسهم في زيتونه ثانيه قبل ما هم مش واخدين بالهم كده قبل ما يجوا يعني؟ قبل ما يجوا. ايه رايك؟ حاجه صغيره كده براحتك. عايز زيتون من كم نسخه يا دكتور؟ لا هو 20. 20 اهو. عاد الزيتون من الامتحان ولا الامتحان بس؟ المهم الزيتون والله. طيب اختار قول. طيب هو كان ايه المطلوب عندك؟ مراش فين ومروه؟ انا محتاج العادل. محتاج ان الكيوب بتاعي او الاوبجكت بتاعي اللي انا عامله عادل. عادل انت هنا صح؟ وهو عباره طول ده لو كذا، مش مهم حجمه قد ايه، بس المهم ان هو يكون فيه سيجمنت، لان السيجمنت دي الحاجه الوحيده اللي هتخلي الشكل يبقى كموس عندي ويبقى عامل زي كده. في حاجتين
او في زيتونتين، واحده احنا خدناها وواحده احنا ما خدناهاش. اللي هي ايه اللي احنا خدناها؟ ان انا ممكن زي ما انتوا عملتوا كده، وشكرا ليكم على تعبكم ومجهودكم، ان انت رحت عملت بند، بس البند انت اديته مرتين 360 درجه، يعني ده 360 اهي. وهي انا عملت كده ولقيتها وحشه قوي، ف واجي اطلب بند تاني 360 درجه اهي، بس في المحور التاني في المحور. ايوه انا عملتها كده. فهو عادل بيتكلم على السواد ده، ده طبيعي عشان انت مدخل ايه اكتر من سايد على ايه داخل بعضها. طب هي هتتعمل كده؟ لا، هتلاقي في عندك يا عادل من هنا من قائمه موديفاي جوه الموديفاي ليست، في عندك امر هنا ايه يا عادل اسمه ايه؟ شوف سفيريفاي. طيب بيعمل ايه بقى؟ بيعمل ايه عادل سفيريفاي ده؟ سفيريفاي ده بيروح يحول لك اي كتله لعباره عن شكل دائري. طبعا انا خدت لكم برين سكرين. طبعا خلي بالك هو في نسبه، يعني انت لما تيجي هنا كده من موديفاي وتيجي تقول له هنا سفيريفاي، انا محتاج بقى ودنك وعينك معايا عشان دي مهم، عشان لسه هي القصه مش قصه ان احول بوكس كور ابدا اكيد يعني. خلاص؟ فانا هاجي اقول له هنا اي سفيريفاي. البرسنتج الموجوده دي انا بحاول اعمله كيرف على حسب المتاح او على حسب الشكل المطلوب مني. حد معايا ولا فين؟ تمام. فين شيرين وياسمين وناديه ونديم؟ حضرتك مارينا والاء وياسمين. طيب مراجو مروه فين؟ يا مروه فين؟ طيب بص بقى. ايه بقى الزتونه المطلوبه من دي؟ او مش فاهم انت بتعملها دي ليه؟ هقول لك حالا. الاول مثلا في اي مطلع او اي سلالم في الفيلا في الاكستيرير من بره او حتى حاجه انتيرير، مش انت بتلاقي ان في عندك عمود اللي هي يمين السلم وشمال السلم، وفي الاخر في شكل كوره، كوري تبقى نحاس، ممكن تبقى خشب صح، او بره حتى ممكن تبقى جبس، مش عارف حد شافها قبل كده ولا لا. اللي اخره نهايته كوره، ده بتبقى يا خشب يا معدن كده. ما فيش الا اسماء بس اللي شفتها. ايوه لا انا شفتها. تمام. طب ايه هنا اهو المهم عندك ان انا اروح ازود سيجمنتس، مهم جدا، لان هي بدون السيجمنتس هي مش هتسمع كلام. طيب ثم المطلوب ان انا اروح امسك عدد من الفيرتكس اللي انا زودتها دي، خلي بالك بدون السيجمنتس زياده نتيجه كتير. بس امسكهم ازاي؟ هتلاقي في عندك امر هنا اسمه اديت مش. اديت مش ماله ده؟ بيسمح لك تروح تمسكي فيرتكس او ايدج او فيس او بوليجون او اليمنت، همسك مجموعه فيرتكس سواء في الجزء اللي فوق او سواء في اي جزء من الاجزاء دي كده كلها. طب انا بعد ما انا جيت مسكته يا ياسمين هعمل ايه؟ وانت ماسكاه هتيجي هنا تطلبي امر اسمه سفيريفاي. ايه اللي حصل؟ تمام. الجزء اللي فوق اتحول كوره. بس استنى، طب ما في واحد يقول لي طب انا هوجع دماغي ليه؟ طب انا اروح اجيب السفير واحطها. ماشي تمام كلامك صح، بس العلاقه دي هتعملها ازاي؟ انت حد معايا؟ مزوده زي رياليتي كده. نعم؟ لا هي كتله واحده مش متفكره. طيب. لا هي مش ممكن متفكرة. احط كون واخليه يبقى داخل جوه السيركل زي ما انت عايزه. بس خدي بالك هيبقى انت كده اوبجكت الثاني الثالث. طيب في سؤال بقى، طب انا عايز ادي دي خامه مختلفه هعملها ازاي؟ لازم تيجي تقول له انا عايز اديت مش ثاني، ما تطلبش الاولاني، وامسك الفيرتكس واجي هنا كده يا عادل اطلب هنا امر اسمه ايه؟ ديتاتش. بس يعني ديتاتش، يعني ديتاتش يعني بقول له افصل لي دي عندي، الاثنين يبقوا على بعض، بس انا اقدر ادي دي خامه نحاس مثلا واللي تحت خامه خشب مثلا. حد معايا ولا فين؟ تمام. تاني؟ طب مش ممكن وانا عامله اديت ناتش في الاول اعمل الاثنين؟ لا ما ينفعش. هينفع بس هيوزع لك الريديوس على الاثنين. طب ازاي يعني؟ ادي اديت ناتش اهو، انا مسكت ده كده اهو وكنترول وراح ماسك دي كده. حلو كده؟ وهاجي اقول له لو سمحت دي هنا كده سفيريفاي. هو مش هيقول لك لا، بس بص النتيجه بقت عامله ازاي. خد منطقه وسط، ده سنتر ريديوس الكور، شايفها؟ طيب تاني انا هشيل دي كده اهي، وهاجي امسك جزء سواء في الجزء او في الكل فوق او تحت. بعد وانت ماسكه فيرتكس هروح جاي هنا كده عندك كاميراج اقول له انا عايز امر سفيريفاي لو سمحت. احولها كور احولها تاني. اوعى تطلب فيرتكس تحت، يعني انت مالكش دعوه خلاص اديت مش خلصت انتهت امرها، اطلب بعد سفيريفاي اديت مش تاني اهي. عشان ايه؟ عشان تيجي تمسك مين؟ الفيرتكس. ليه؟ عشان اطلب ديتاتش اهي. اللي هي عملت ايه؟ فصلت لي دي عن الاصل. كيف حد شايفها اول؟ تمام. وصلت؟ وصلت. طب قاعده تاني ولا تعملوها؟ لا تمام. لا اديت مش معلش. باشمهندس ممكن تعيدها تاني؟
و10 ف1000. مين اللي عايزه تاني؟ دي الاء اعتقد. الاء مال صوتك يا الاء؟ انت نمتي يا الاء صح؟ لو تحبي يا الاء ناخد لا يا مفيش مشكله والله بجد الامتحان جاهز يعني. لا ممكن تاخد اسايمنت زياده. ها ايه رايك يا الاء؟ الاء ماشي اللي حضرتك بتقولي بس انت مش هقول لك. لا والله لا ما انا هقول لك هنديهم ان هم الامتحان واشرح انا وانت دي خلاص ماشي. طيب بص تاني اهو انا هرجع تاني كده امرو خدت بالك همسك دي واجي هنا كده من موديفاي. اهم حاجه نمره واحد السجن. انا هلغي اي حاجه عشان امشيها واحده واحده. اول حاجه الاء هاجي من موديفاي وامسك هنا ايديت مش. ليه ايديت مش؟ عشان يسمح لي اخش على السهم ده وامسك اي عدد من الفيرتكس في المكان اللي انت عايزاه يا الاء. خلي بالك على حسب عدد الفيرتكس اللي هتمسكيها على حسب ريديس الكوره اللي انت هتروحي تعملها سبيريفاي. ده ريديس بتاعها. طيب ثم وانت ماسكاها هتيجي يا الاء تقول له هنا ايه سبيريفاي يعني. وصلت؟ اي مش مستوعب. لا لسه انا عايز افصلها بقى. هاجي اقول له اديت مش تاني. واجي اقول له لو سمحت انا عايز الفيرتكس لو سمحت اعملي دي تاني. بس يبقى انا كده فصلت اصل الكوره عن الباقي. يلا اللي خلص يجربها يبعتها لي. الامر اللي انا هشرحه دلوقتي بالرغم ان هو سهل وبسيط جدا وما فيهوش اي مشكله حتى في تنفيذه بس عليه عامل كبير قوي ان الكتله بتاعتك ممكن تضرب او ممكن ما تضربش. تضرب معنى ايه؟ زي ما عادل قال من شويه ان يبقى فيه سواد في الكتله. تضرب يعني زي ما جت شيرين من شويه ولقيت فيه نص الشيب مفتوح وعامل زي السيرفس. حاجات خزعبليه كمان ممكن ما تتوقعهاش لو انت اخطات في ايه؟ في خطوات ترتيب الامر ده نفسه. انا ما بحبوش بس لو اضطررت له هعمله. ليه بدايل؟ اه ليه بدايل وليه بدايل في 2 دي كمان. بس احيانا بتضطر له. ايه المقدمه العريضه دي؟ هقول لك الامر احنا جيت جربته المره اللي فاتت لحد من زمان اعتقد اسماء اللي هو امر ان انا اروح اطرح كتله من كتله. يا اما اسماء يا اما معراج في اخر المقابله. لا انا يا دكتور. طب ايه بيعمل ايه ده؟ ونفذت كذا مره. طب ده بيعمل ايه؟ ده بيروح امر بيروح يا اما يجمع او يطرح او يعمل يونيون في مجموعه اوامر كلها مدمجه داخل الامر نفسه. انا محتاج ودنكم وعينكم معايا يعني باستفاضه يا نادين. ماشي طيب انا معايا مثلا ادي كتله. طب تمام مالها الكتله دي؟ وعندي مجموعه اوبجكتس زي دي كده. طب تمام وهاجي اقول له هنا شيف واجي اقول له لو سمحت اسحب لي هنا كذا نص. بس خد بالك كوبي طبعا. ماشي الزياده دلوقتي هنقول هو انت ايه المطلوب منك؟ المطلوب ان انا افرغ السلندرز دي من الكتله اللي فيها في الارض. يعني مطلوب ان انا افرغ الشبابيك دي كلها من الحيطه اللي في الارض. ايه الخطوات السهله البسيطه؟ اول خطوه ودي مهمه عادل امسك الحاجه اللي انا هطرح منها. الجزء المطروح منه يا معراج هو اللي انا همسكه يا مروه هو ده اللي هيتمسك. ايوه ثم هطلع من ستاندرد. حد فاكر ستاندرد؟ مين تحتيها ايه؟ ندخل كومباوند اكستند. اه اكستند واروح بعدين كومباوند اوبجكت. وانا انا ماشي بالراحه عشان في بعض الناس ايه ما بتلحقش الماوس. انا بشرح بالراحه اه بس يعني في ناس بتحب بالراحه شويه. فهاجي اقول له هنا ادي كومباوند اوبجكت. هتلاقي في عندك امر اسمه ايه؟ بروبوليان. بيعمل ايه بروبوليان ده؟ بيروح يطرح او يجمع او يعمل ميرج حاجات كتير. هدوس عليه كده. فانت هتلاقي في عندك هنا ايه؟ ايه ده؟ كوبي ونسخ وريفرنس تاني؟ ما انا قلت لك ان دي مهمه. هاخد موف يعني بعد ما يطرح يختفي. يعني يطرح لي السلندر ده من الكتله دي والسلندر ده يختفي. من تحت في يونيون وفي انترسكشن وفي سبتراكشن وفي ميرج مش قصتنا دلوقتي. انا هاخد سبتراكشن زي ما هي الستاندرد. وهاجي اقول له ستارت بيكينج واخد دول. ادوس كده وان كليك. شايف؟ فرغ ولا ما فرغش؟ فرغ. خد بقى اول مشكله او اول مصيبه. جه عادل قال لي لو سمحت انا عايز اروح اغير في البارامترز بتاعت ده. احنا هنروح فين يا عادل؟ اروح فين يا عادل لو سمحت؟ تمام؟ اروح فين؟ عايز اغير في المقاسات ده اغير اروح فين؟ موديفاي. اي الحق فين هي؟ واحد سامعني؟ مفيش. يبقى اول حاجه انت بتفقد الخصائص بتاعت الكتله. هو بيني وبينك وانا ما بشرحهاش الا لو حد زنقني في السؤال ان انت ممكن ترجع في كلامك. ما هي الرجوع بقى في الكلام ممكن يبوظ لك الكتله خلي بالك. لان انت عندك وجهات فيلا
وخلصت 99 شباك ووقف على شباك ممكن يضرب وتروح تعمل اكسترود تاني وشغلانه. طب هل ينفع ارجع في كلامي؟ ينفع. لو انت جيت هنا على البلاس دي ودخلت على مين؟ انزلي بعينك كده تحت الزيتونه دي ما حدش يستخدمها الا لو مضطر. هتلاقي عندك ادي البوكس، اطلع بعينك ادي البوكس وادي مقاسات البوكس اهي. هتشايف حاجه؟ اه تمام. ما تستخدمهاش الا لما تكون مضطر، يعني انت ما تلعبش فيديو الا لما تكون تاني. يبقى ده كده لو حبيت اطرح كتله من التانيه هعمل يمين يمين خطوات. يلا اللي فاكر. هنمسك الكتله الاساسيه ثم كومباوند واخد بروبوليون وزي ما هي كده واقول له ستارت نمسك البوكس. ايوه لا ده لا ماسكه البوكس ده في الاول. اه لا ماسكه البوكس ده قبل ما تطلب البروبوليون، خلي بالك. ايوه طب تعال نطبقها على وبعدين ادوس تاني، ادوس ستارت تاني هي مره واحده. طب تعال نطبق ده على حيطه، يعني مثلا انا عندي ده جنب اهو وهعمل مثلا ده شباك اهو وهاجي مثلا اخد منه كذا نسخه اهو كده اهو ومعايا كذا شبابيك في الجنب ده، بس معلش هروح اغير لونه عشان يبقى ايه ظاهر للكل. يلا مين يمالين خطوات اللي فات؟ معلش عايز اسال سؤال. سيلكت الوال. قولي. اسال سؤال معلش يا دكتور. قولي. هو انا دلوقتي انا هطرح الشباك ده من ايوه اسمع سامع اسمع هو تقريبا النت عندها في مشكله. حضرتك سامعني؟ هو كان بيقطع بس كده سمعت. بقول لحضرتك لو انا عندي الحيطه دي وده الشباك، بدل ما لسه هجيب لوك شباك تاني، ينفع اقصها بس يفضل الشكل ده موجود صح؟ يعمل له كوبي صح؟ ما انا هقول لك بص، بحيث ان انا اعمله سيجمنت وادي له شفافيه يبقى شباك من غير ما اشيل واحط وكده. طيب طب حد يمليني. طيب يلا انا همشي حد بس هنمشيها واحده واحده. يلا طب هنمسك المستطيل الكبير قوي اللي هي الحيطه اللي هي دي. ايوه خلي بالك وانا ما اعرفش ماكس، فواحده واحده ثم عدد تحت ستاندرد. اروح على اليمين عند ستاندرد. ستاندرد فين؟ تحت البراد. على اليمين. على اليمين خالص تحت البراد. تحت البراد ماشي اهو. تحت بقى تاني ماشي. ايوه بس بص هنا لا نختار كومبول واختار وبعدين بروبوليون دي. اه بروبوليون بس كده. هعمل ايه بقى؟ هعمل بقى ايه اللي هي دي؟ لا هعمل كوبي بقى. هعمل كوبي صح؟ خلي بالك كل واحد وعلامه، وانا بعرف فرنساوي. اه دي ايه دي؟ اسمها ايه يا مروه؟ ستارت بيكينج. اه هي دي ستارت بيكينج وهختار اللي انا عايزه. تمام. طب انا هاجي ادوس صح كده؟ مش انا كده فرغت؟ هو انا لو انا حبيت اعمل شباك هعمله ازاي؟ يعني انا لو عايز اعمل تغطيه دلوقتي هعمله ازاي؟ هدوس بقى كوبي مش لا اسيبك بس لا اسيبك من دي. انا لو حبيت اعمل شباك ولا دي ولا دي، انا دلوقتي حبيت اعمل خد ده اللي انا كنت حاطاه واغير الاديت فيه. اعمل ايه؟ نصغر يا استاذ. اخد البوكس واعمل له اديت ليتر صغير واغير. لا انا خلاص يا جماعه دي واحده بس. انا بعد ما طرحت كده وخلصت الامر انا عايز اعمل هنا شباك هعمل ايه؟ بلان واروح اجيب السناب. اجيب السناب واجيب بلان ويطلع مظبوط او ما يطلعش. انا ممكن اعمل حركه بقى قبل ما اطرح في الاخير ده اقول له هنا ايه يا عادل؟ كوبي واقول له خد لي ده. يبقى هو طرح وساب لي كمان نسخه. ليه؟ ليه؟ عشان اجي اخلي التخانه بتاعته هنا زيرو. خلي بالك عشان في بعض الناس كتير قوي بتنسى موضوع التخانه ده. لو انت ما عملتوش زيرو هيطلع عامل زي القفص. فعلا انا كنت ما هاجي هنا كده واقول له ال وانتر ادي لاتس اشيل الجوينت لو حد فاكر امر لاتس. ايوه ثم اجي للبوكس وازود هنا سيجمنت. ايوه طب عايز اعمل ازاز هعمله ازاي لو حد فاكر؟ هندوس عليه كليك يمين. كليك يمين كلون 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 كوبي لازم كوبي ثم اوكي اشيل اللاتس اللاتس وبعدين اديله كليك يمين اوبجكت بروبرتيز. اه واخلي دي بالماينس يعني من 10. اه تمام عشان دي انا غلطت فيها.
طب عايز اكررهم بقى؟ لا لسه عايز اكررهم. هعمل جروب، هعمل لازم. جروب لازم اعمل جروب كده اهي واكرره، اخد السناب واجي اخد منها مثلا ميد بوينت اهي، واجي هنا شيفت. وخلي بالك يا عادل، انا قلت لك في اول محاضره ايه، انت ممكن تعمل لوك لو انت فاكر عشان ما تمسك حاجه ما تتلخبطش فيها. يعني اخد دي كده اهي، يعني حاول تلقط الشباك صح اهو. ممكن مثلا من هنا اهي اغير الاكسس بتاعتي اهي. ممكن اخد فيرتكس على فكره، مش لازم ميد بوينت، يعني ممكن اجي اخد من دي ممكن اقول لو سمحت فيرتكس اصلا اخد الانترسكشن اللي هنا بقى شيفت، واروح واخد دي كده من هنا اهي. هتشوف حاجه واقول لو سمحت انا محتاجه، هو كانوا خمسه اعتقد، غير طلع ولا ما طلعش؟ تمام، في حد معايا؟ تمام ايوه. طب اعيدها تاني ولا تعملوها؟ نعملها نعملها. حد يحب اعيدها تاني؟ دكتور وعاشر كمان. بص انا معايا هنا ادي كتله، تحب امشي بالراحه؟ طب اقول لك انا مش هكمل لما تقولي تمام، يعني امشي خطوه بخطوه وحضرتك تقولي تمام. ماشي ماشي. ادي هنا ادي بوكس اهو، ومحدش يستعجل ويعملها معلش، يعني خد يعني ايه بص عليها تاني. ادي اوبجكت اللي هو جنبها يا عادل، ثم هعمل هنا ده اوبجكت اهو. شكلك يا عادل بطنك زادت وعايز الصحراء، حسيتك ها؟ لا لا والله لسه لسه متغدي اصلا. ده يا ابني ده انت عينك دمعت اول ما قلت لك تتصحر بقى، حسيتك كده عايز تفوق شويه. اخدت بالك؟ ايوه اخدت بالك. طيب هطرح ازاي؟ همسك الكتله. مين اللي هيقول لي تمام؟ تمام. طيب وهاجي 20 بعد كده هقول له ادي هنا كومباوند توربولين ستارت، واكليك بالماوس على كل الكتل بس هسيب ايه؟ اخر واحده كوبي. طيب كليك يمين اخرج من الامر، ثم همسك دي. اهم حاجه في المرحله دي اعمل ايه؟ انا هخلي بس دي لونها ابيض عشان انتوا تبقوا شايفين. اهم حاجه الشباك ده هعمل فيه ايه؟ نخلي الثيكنس بتاعه واحد زيرو دي زيرو. طب احنا نسينا نعمله، يعني احنا نسينا نعمل الكلام ده، وجيت قلت له لاتس، بص شكل الشباك بقى عامل ازاي؟ خدتي بالك؟ ولو انت مزوده التخانه شويه بص هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل زي القفص شايفاه؟ فعشان كده بقول لك زيرو. انت قلت لي 2 1 قلت لك زيرو، 2 قلت لك زيرو، مش عارف انا سمعت صح ولا لا. تمام. طيب فهاجي هنا اللاتس واقول لو سمحت مش عايز الجوينتس، واقلل هنا الريديوس. معراج انت معايا معراج صح؟ هاجي كده ازود له سايدز، هاجي للبوكس وازود هنا السيجمنت. يا ده بتختخ قوي. خلاص ارجع لللاتس واقلل الريديوس بتاعه قوي. عايز اعمل ازاز، عايز اعمل ازاز، هكليك يمين عامل هنا كلون كوبي طبعا، والغي امر لاتس. عايز اغير اللون براحتك، عايز اروح العب في الفيزابيلتي بتاعتها كليك يمين بروبرتيز اهي، قول لو سمحت خليهولي مثلا بوينت كذا اهي. هكرره ازاي؟ لو حد فاكر كروسنج او ويندو، اروح ماسك الشباك ده كده اهو واروح اعمله جروب عشان ما يتفرطش منه. هجيب السناب، هاجي هنا شيفت، وما تنسيش تعمل لوك اللي كنت بتكلم فيها معاك. وهاجي هنا همسك الاوبجكت اهو، ايه ده مش راضي، خلاص كنسل واقف على الزاويه القايمه دي وان كليك بس، ثم اجي هنا كليك واروح سحبه كده شايفه؟ خلاص. خلي بالك ممكن تحصل حركه قرع معاك ان هو ما يبقاش على نفس الخط، فانت تتاكدي ان السناب بتاعتك شغاله صح. يعني انا هنا اهو كده مثلا الفيرتكس او الميد بوينت واشتغل بيهم، هاجي كده اهي شايفه؟ اهي اهي شايفه؟ بص كده لو انا جيت قلت له اوكي كده وخرجت بصي تمام، وتتاكدي ان هم طالعين تمام. ماشي وصلت؟ تمام. حد يحب عيدها تاني ولا تعملوها؟ لا نعملها. طيب اللي يخلص يبعت لي. بص اصل الفكره اللي هي بتاعت الكوره دي اللي هي ايه؟ برضك مش عشان هي كوره في حد ذاتها، لا هي الفكره بتاعتها في السيكونس الحركه او السيكونس بتاع التقسيمه بتاعتها.
وخلينا بقى دي بالذات نتناقش فيها بس بصوت عالي كلنا، يعني سيبك من ده تاسك ولا حاجه انت كنت بتعمله، احنا عايزين نتناقش. ايه شكلها؟ اهي بلاي هتفتح معاك. طيب ثم ايه المطلوب؟ هقفل دي كده بقى اهي وليك معايا عادل. بدايتها ايه؟ بدايتها سفين، اي راديوس انت على مزاجك. يلا هعمل ايه؟ يعني انت بعد ما انت عملت لنا دي كده هعمل ايه؟ انا بعد ما عملتها عملت سفير تاني جواها وعشان اقص. بس انا في بس انا في عندي بقى مشكله، لما جه عادل بيقول لك انا هعمل سفير تاني جواها وهطرح دي من دي، طب ما انت كده لعادل لما هتيجي تخش على الموديفاي هتفقد الخصائص بتاعتها صح؟ ايوه. طب ما ناجي هنا اهو كده واجي على الاول وبعدين اقول له اعمل لي سلايس، سلايس زي الباكمان، لعبه الباكمان، حاجه اقول له من 0 ل 270 كده يا ياسمين. اتفضل عندك قد ايه يا ياسمين؟ اتبقى ربع واحد. تمام. طب دي واحده، هو انت عندك الكوره يا ياسمين لما تيجي تفتح بتفتح من النص ولا من تحت؟ من تحت. يبقى انا محتاج اغير البيفوت. ايوه. طب خلي بالك من حاجه، لما هتيجي تغير البيفوت السفير والجوي سفير بالذات، في وظيفه عندك هنا يا مروه اسمها ايه؟ هي اوتوماتيك من نفسها تنقل لي ده. اوكي. طب استنى، هو الراجل ده المره اللي فاتت قال لنا انت ممكن تعمل شيفت مع سكيل. ايه ده؟ ما خد كوبي. تمام. يبقى انا كده عندي كام نسخه؟ نسختين. نسختين، واحده كبيره واحده صغيره من نفس النقطه. همسك الكبيره وهاجي هنا ادي هنا كومباوند. لا اروح ايوه كومباوند. بروبوليون. بروبوليون. ستار. لا مش موف بقى، مش موف. موف صح، موف مش كوبي. صح. يبقى انا كده بقى معايا كام ربع؟ ربع واحد. اخد المرور واعمل الباقي. شيفت روتيت 45، لا هندوس الاول على الانجل ونعملها 45 صح؟ واجي اخلي دي كده ايوه، انا بس مش 45، انا معايا هنا ربع، الدايره عندي يبقى 90. اوكي. دايره 360 درجه على عدد 4 ارباع، هخلي دي 90 صح 90. وهاجي اقول له هنا شيفت واروح ساحب كده واقول له لو سمحت انا محتاج 3 غير خمسه. هو انا ما ينفعش اعمل لها ميرور؟ طبعا ينفع اعملها ميرور. تيجي بقى هنا بقى مشكله يا مروه، هي معرفش لو انا جيت هنا كده يا نادين وحبيت اعمل روتيت. طب دي واحده بس، هو انا هعمل روتيت ازاي؟ هي دي هتظبط معايا كده ولا كده هتبقى بالحب يا عادل؟ كده هتبقى بالحب. عادل انت رحت بالحب. تمام. انا موجود. طب انا هعمل ايه؟ هي زودي زودي لا دي أكيد كام؟ أكيد دي كام؟ 90. 90. أنا عايز المحور ده في نص الربع، هو نص الربع كام؟ 45. همسك كل الأربع تربع وأقول له في الأنجل ستاب. وأعمل له روتيت 45. أجي كده. وأجي أقول له هنا أدي روتيت وألفها لفة واحدة. مرة واحدة. يبقى كده كل ربع في نص المحور. يبقى هاجي أقول له عن تايم فريم كذا. اوتو كي سجل، هفتح الربع ده كده وكل ربع هيتفتح 45 درجه. ناديه انت معايا؟ ناديه اهي، حط في الانجل سناب وامسك الاربع تربع ولف واطفي واعمل بلاي. يبقى نطلع من القصه دي بايه؟ انا لا تعنيني الكوره بشيء ولا فتحها بشيء، ممكن استخدمها كبرزنتيشن، ممكن اعملها كفكره، انا يهمني السيكونس او مراحل حل الكتل، التفكير ازاي انت تحل وتوفر بالنسبه لك خط. انتوا هتسمعني؟ يعني انا بالنسبه لي كوره انا ولا في مشكله، خد بالك انا مهم ان انا ازاي احل كتله بطريقه صحيحه. لو في حد سامعني؟ تمام. ايوه حضرتك. طيب بص، انا محتاج دي قبل ما تناموا تعملوها لي كده ايه بمزاج، دي حاجه. اوكي. الحاجه الثانيه دي، ده التاسك الاولاني، هما فيلتين، دي واحده هتشوفها دي انا مديها لكم كصوره خلاص. الثانيه بقى انا مدي لكم اصل الفايل بتاعها اللي هو ده، يعني ادي الصوره بتاعتها ايه، دي الصوره بتاعتها ايه، وادي اصل الفايل بتاعها. ليه اصل الفايل؟ عشان تروح تفتحها وتقعد تقلب فيه. ايوه هعمل فيها ايه؟ يعني اجي هنا واعمل زوم. طبعا الشرشره اللي في الحيطه دي انا مش محتاجها، انا عايز حيطه فموس عاديه خالص، دي هناخدها المره الجايه شرشره دي. اقلب الناحيه الثانيه دي فيها واجهه ثانيه. الحق. طب ابص من فوق، الف وتقعد تلف وتقلب فيها حلوه. وصلت؟